بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وآخذ أيدينا وشافعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان، وعلينا وعلى مشايخنا وأساتذتنا وعلى مصنف الكتب التي نعلمها ونتعلمها وعلى ذوينا وأحبابنا وعلى سائر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر. ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا. ربي تمم بالخير والسعادة. والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم التفصيل في صفة الإرادة، وهو قول المصنف رحمة الله عليه: والإرادة صفة لله تعالى أزلية قائمة بذاته. ثم المصنف أولا قال: وله صفات أزلية قائمة بذاته تعالى. ثم بعد ذلك قال: وهي العلم والقدرة والحياة والقوة والسمع والبصر والإرادة والمشية. ومن ذلك علم أن الإرادة صفة أزلية قائمة بذاته تعالى. ثم لماذا كرر كما سبق أن ذكر الشارح إعادة ذكر الإرادة لأجل الخفاء فيها ولزيادة النزاع فيها، كما أعاد الكلام عن صفة التكوين وعن صفة الكلام. ومع ذلك لماذا قال أزلية قائمة بذاته؟ كرر ذلك تأكيدا وتحقيقا. يعني قوله أزلية قائمة بذاته هذا تكرار، لكن مفيد، لذلك ليس هذا حرجا على المصنف. لماذا؟ لأنه كرر تأكيدا وتحقيقا لإثبات صفة قديمة لله تعالى تقتضي تخصيص المكونات بوجه دون وجه وفي وقت دون وقت. لله سبحانه وتعالى صفة قائمة بذاته يعبر عنها بالإرادة، وهذه الإرادة تقتضي تخصيص المكونات المخلوقات بوجه دون وجه في وقت دون وقت. هذا سبق أن نشرنا إليها. يعني القدرة نسبتها إلى جميع المكونات على السواء، لأجل ذلك يجب هناك صفة أخرى تخصص كل شيء على وجه دون وجه، يعني على صورة كذا، على كبر كذا، على عظم كذا، وكذلك على لون كذا، على كيفية كذا، على كمية كذا، هكذا. يعني تخصيص، ثم يجب تخصيصها بوقت دون وقت. يعني هذا قد حدث في لحظة كذا، لماذا حدث في تلك اللحظة؟ أو يعني عدم في تلك في اللحظة فلانية، لماذا انعدم في تلك اللحظة؟ يجب هناك مخصص. هذا هو صفة الإرادة. ثم لا كما زعمت الفلاسفة، يعني هناك مخالفون كثيرون. أولا
الفلاسفة زعموا من أنه تعالى موجب بالذات لا فاعل بالإرادة والاختيار، فإذا دعواهم ينفي قيام صفة النسلية بذاته تعالى. هم قالوا الله تعالى موجب بالذات، فإذا لو كان موجبا بالذات لا يكون لله تعالى اختيار ولا يكون إرادة نيلا، بل هذا الذات يقتضي على طريق الإيجاب والاضطرار يكون مضطرا بدون اختيار، ليس كذلك. ثم والنجارية أتبنى لقوله الفلاسفة، إذن يكون المعنى لا كما زعمت النجارية. من هم النجارية؟ فرقة يوافقون المعتزلة في نفي الصفات الوجودية وحدوث الكلام ونفي الرؤية بالبصار. هم فرقة هم موافقون للمعتزلة فيما في نفي الصفات الوجودية، هم ينفون الصفات الوجودية كما نفت المعتزلة الصفات لله تعالى، بل هاتان الفرقتان تعتلون ذات الله سبحانه وتعالى عن صفاته. كذلك هم أيضا يقولون بحدوث الكلام، كذلك ينفون الرؤية بالبصار. نعم، هؤلاء ماذا قالوا؟ من أنه مريد بذاته لا بصفته، فإذا هم أثبتوا لله سبحانه وتعالى إرادة، لكن هذه الإرادة ليست صفة قائمة بذاته تعالى، بل الله تعالى مريد بذاته. وبعض المعتزلة، يعني لا كما زعم بعض المعتزلة من أنه مريد بإرادة حادثة لا في محل، هكذا عند بعض المعتزلة قول. هم يثبتون لله تعالى إرادة، لكن هذه الإرادة حادثة عندهم. أين حادثة؟ لا في محل. إرادة حادثة لا في محل. لماذا قالوا هكذا؟ لأن لا يرد عليهم أن ذات الله تعالى ليس محلا للحوادث. لو كان هكذا فيجب قدم الحادث كما سبق أن ذكرنا، لذلك هم قالوا هي صفة حادثة لكن لا في محل. هذا النجارية من أنه تعالى مريد بذاته لا بصفته. ذكر الكستلي في حاشيته هذا هو أحد قولي النجاري. النجارية فرقة النجار، رئيسهم هذا الرجل النجار. للنجاري قولان وهذا أحد قوليه، وقوله الآخر ما سبق من أن معنى كونه مريدا أنه ليس بمكره في فعله ولا ساه ولا مغلوب. هذا معنى كونه مريدا، يعني ليس لله تعالى صفة حقيقية قائمة أزلية بذاته تعالى، هكذا هو قال. نعم، ثم هذان القولان باطلان. ثم وبعض المعتزلة من أنه مريد بإرادة حادثة لا في محل. ثم والكرامية، يعني لا كما زعمت الكرامية، هذه فرقة الرابعة هنا، مخالفون في وصف في صفة الأزلي في صفة الإرادة. والكرامية ماذا قالوا؟ من أن إرادته حادثة في ذاته تعالى. يعني هذا أيضا باطل. والدليل على ما ذكرنا الآيات الناطقة بإثبات صفة الإرادة والمشيئة لله تعالى. هذه الآيات هي ناطقة بإثبات صفة الإرادة. كذلك المشيئة أيضا، هذا دليل على وجود صفة أزلية قائمة بذاته. كيف يدل هذه تدل على هذه الآيات هذا الذي يبين مع القطع بلزوم قيام صفة الشيء به.
فإذا هذه الآيات تدل على أن لله سبحانه وتعالى صفة الإرادة والمشيئة، ثم صفة الشيء ينبغي أن يقوم بذلك الشيء. نعم. وامتناع كذلك امتناع قيام الحوادث بذاته تعالى. فإذا هذه الآيات تدل على خلاف دعوى الفلاسفة، هم قالوا الله تعالى موجب بذاته، لكن هذه الآيات تدل على أن الله تعالى ليس موجبا بالذات بل له صفة الإرادة والمشيئة. ثم النجارية ماذا قالوا؟ يعني مريد بذاته لا بصفته، هذا أيضا يعارضه هذه النصوص الآيات. لماذا؟ في هذه الآيات إثبات صفة لله تعالى، فهذا دل على أن الله تعالى ليس مريدا بذاته بل بصفته. ثم بعض المعتزلة قالوا أن هذه الصفة يعني صفة الإرادة حادثة لا في محل، يعارضه هذه النصوص. كيف؟ باعتبار القطع بلزوم قيام صفة الشيء به، إذن قولهم لا في محل خطون. كذلك جعلوا الإرادة حادثة، فسبق أن بينا ذاته تعالى لا يكون محلا للحوادث، لو كان كذلك ينبغي أن يلزم قدم الحوادث. ثم يمتنع قيام الحوادث بذاته تعالى. نعم، هذا أيضا قطعي. فإذا هذان يردان على دعوى بعض المعتزلة. ثم الكرامية أيضا هم قالوا حادثة في ذاته، هذا الثاني امتناع قيام الحوادث بذاته تعالى يرد على دعوى الكرامية أيضا. ثم وأيضا نظام العالم، هذا الدليل المذكور هو دليل يعني سمعي. ثم أراد الشارح أن يأتي بدليل عقلي وقال وأيضا نظام العالم وجوده على الوجه الأوفق الأصلح دليل على كون صانعه قادرا مختارا. يعني نظام هذا العالم، كيف هذا يعني نظام يعني يشتمل على بدائع غرائب كذا كذا على دقة أمور نعم لطف هكذا، ووجوده على الوجه الأوفق الأصلح، كذلك عالم موجود على وجه الأوفق الأصلح، هذا دليل على كون صانعه قادرا مختارا. وكذا حدوثه أيضا يدل على كون صانعه قادرا مختارا، لو لم يكن قادرا مختارا لا يكون حادثا بل يكون يعني قديما. لماذا؟ إذ لو كان صانعه موجبا بالذات لزم قدمه. إذن إذ تعليل لقوله وكذا حدوثه، يعني حدوث العالم يدل على أن الله تعالى فاعل مختار. كيف يدل؟ دليله هذا، تعليله علته هذا، لو كان صانع العالم موجبا بالذات كما قال الفلاسفة وغيرهم ثم لزم قدمه قدم العالم. لماذا؟ ضرورة امتناع تخلف المعلول عن علته الموجبتي، يعني لو كان ذاته تعالى موجبا علة موجبة بالذات ينبغي ألا يتخلف المعلول عن ذاته تعالى. ذات الله تعالى قديم، وهذا العالم صادر عن الذات كيف بالإيجاب، فينبغي أن يكون العالم موجودا كلما كان ذاته موجودا فيكون قديما. نعم. وهذا أيضا محال. ثم بعده مسألة رؤية الله تعالى، إذن دليل على كون صانعه قادرا مختارا. فإن من أمن، هذا فصله الكستلي رحمه الله في حاشيته تفصيلا وقال فإن من أمعن في تأمل أجزاء العالم جملة وفرادا، يتأمل في أجزاء العالم، كيف يتأمل؟ جملة وفرادا ويتأمل، وأمعن نظره
في الحكم المودعة فيها، في هذه في أجزاء العالم وضعت حكم، وضعت حكم لو أمعنا واحد نظره في هذه الحكم اضطر إلى الجزم، يكون مضطرا بالجزم إلى الجزم بأي شيء، بأن صانعه لا يخفى عليه خافية، وأن عنايته على جميع ذلك محتوية، عنايته على جميع ذلك الأجزاء محتوية. والحكماء أيضا لا ينكرون ذلك، هم أيضا يقولون هكذا، وإنما ينكرون انبعاث القصد والطلب لما فيه من ضبوط الاحتياج والاستكمال بالغير. ثم هم ينكرون انبعاث القصد والطلب، انبعاث الطلب، لماذا ينكرون انبعاث الطلب؟ لما فيه من ضبوط الاحتياج والاستكمال بالغير، لذلك هم انكروا، والا الحكماء لا ينكرون هذا الامر، ويزعمون أن مجرد علمه به كاف في فيضانه عنه تعالى، هم ادعوا هكذا، يعني الحكماء ماذا ادعوا؟ أن علمه تعالى كاف في فيضان هذا العالم عنه تعالى وصدوره عن ذاته بالإيجاب. نعم. ثم بعده مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى. فإذا انتهى المصنف من بيان إثبات صفات لله تعالى وبيان هذه الصفات، أثبت لله تعالى صفات ثم بين ما هذه الصفات وفصل ما يحتاج إلى التفصيل أيضا، ثم بعد ذلك من هنا يذكر بعض المسائل الاعتقادية وقع فيها الاختلاف من جانبي أو مال مع بعض أهل القبلة المبتدعتي، من هنا مسألة مستقلة مستقلة مستقلة. وبهذا فرغ إثبات الصانع وصفاته وذكر صفاته تعالى وتفصيل ما يحتاج منها إلى التفصيل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.